كيف يكون الدعاء في السجود؟ هكذا تدعو ويستجاب لك كل ما تريد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا سجدت لله سبحانه وتعالى فادعو ما شئت، لأنك بسجودك هذا تكون قريبا جدا من رب العالمين، بل أقرب ما تكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فادعو الله بما تريد ولا تتكلف في الدعاء، فتشغل عقلك بطريقة الكلام وبعباراتك وتنشغل عن الدعاء. قال العلماء: لماذا دعوة المظلوم مستجابة؟ قالوا: لأن دعاءه يخرج من قلبه بحرقة ووجع وهو مضطر، فسيجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. فلا تتكلف في الدعاء، وادع الله بطبيعتك وبطريقتك وبحرقة قلبك وبلهجتك وعباراتك العادية. كما تشكو للناس وتحكي عن أحوالك وعن ظروفك وتبكي من شدة الحرقة والحزن، فتكلم مع الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. الله سبحانه وتعالى لا يريد منك عبارات مرتبة ومنظمة، لا يريد منك هذا السجع في كلامك. الله سبحانه وتعالى أقرب إليك من حبل الوريد، فيريدك أن تتكلم بطريقتك العادية وأسلوبك العادي، فهو لا يريد منك تكلف أو سجع في كلامك. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لم يقل جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوة الداعي، بل قال: فإني قريب. قدم الله سبحانه وتعالى القرب على إجابة الدعاء، فالله سبحانه وتعالى قريب، فادعوا وسيستجيب الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. إذا كان هذا الفيديو سببا في هدايتك، فلما لا تشاركه مع الأصدقاء لعله يكون سببا في هداية أحد من أصدقائك. وفي نهاية الأمر لا تنسى الاشتراك في القناة لتتابع المزيد من الفيديوهات. وشكرا لكم، وأدام الله عليكم الصحة والعافية، وشكرا لكم في النهاية.